وللحديث عن الأزمة في اليمن معنا الكاتب الصحفي اليمني الأستاذ محمد الأحمدي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. بداية، الحكومة اليمنية تنفي الأخبار التي وردت صباحا وهي انسحاب ميليشيا الحوثي من محافظة الحديدة، ما هو تعليقكم؟ في الحقيقة أخي العزيز، بالنسبة لميليشيا الحوثيين وهو سلوكها الدائم والممنهج تجاه أي اتفاقات أو تفاهمات من شأنها وضع حد للحرب والمعاناة والمأساة اليمنية والعمل على بناء السلام في البلاد، هذه الميليشيا لا تعرف أي سلام ولا تعرف معنى للوفاء بالتزاماتها تجاه أي اتفاقات أو تفاهمات، إنما تحاول فقط دائما استخدام فترات الهدنة وأي اتفاقات مجرد تكتيك لإعادة ترتيب أوضاعها العسكرية، خصوصا عندما يتم الضغط عليها للذهاب إلى جولة من المشاورات أو التفاهمات، ثم سرعان ما تحاول الالتفاف على أي تفاهمات أو اتفاقات، وهو ما حصل بالفعل هذا اليوم عندما اجتمع فريق المراقبين الأمميين مع اللجنة المشتركة من الجانب الحكومي للحكومة الشرعية ولميليشيا الحوثيين. ولكن الميليشيا الحوثية نعرف أنها على مدى 4 سنوات منذ انقلابها على السلطة الشرعية ومنذ إعلانها الحرب على المجتمع اليمني عملت على تجريف الوظيفة العامة في البلاد وخصوصا في أجهزة الأمن وفي المناطق التي كانت ولا تزال خاضعة لسيطرتها. في الحديدة على سبيل المثال أصدرت الميليشيا الحوثية العديد من قرارات التعيين لعناصرها المسلحة في أجهزة الأمن في قوات خفر السواحل وفي إدارة ميناء الحديدة والموانئ الأخرى وفي الجمارك وفي غيرها من المصالح الحكومية، وهي بالتالي تحاول الالتفاف على تفاهمات السويد واتفاقات السويد بالحديث عن تسليم هذه المراكز الحيوية والمؤسسات الحيوية إلى عناصرها نفسها، عناصرها التي كانت ترتدي الزي الشعبي غيرت ملابسها إلى الزي العسكري وتم التسليم على هذا النحو، على هذا النحو في استهتار واضح على الأقل وجود المبعوث أو المراقب الدولي. نعم. مارتن غريفيث. نعم. طيب، الحكومة اليمنية قالت أن ميليشيا الحوثي مستمرة بخرق الهدنة رغم وجود البعثة الدولية، أين الضمانات على التزام الميليشيا بالهدنة وما هي ردة فعل الحكومة اليمنية على ذلك أيضا؟ أخي العزيز، منذ اللحظة التي أعلن فيها عن سريان اتفاق ستوكهولم لم تتوقف الميليشيا الحوثية عن الخروقات وعن الانتهاكات، سواء بالقصف على مواقع الجيش الوطني في الحديدة أو حتى جرائم الانتهاكات والتصعيد العسكري في مناطق أخرى في اليمن. وبالتالي كل يوم تمارس هذه الميليشيا خروقات جديدة في مؤشر واضح على عزوفها عن أي التزام فعلي وجاد باتفاقات السويد وما أسفرت عنه جولة المشاورات، وفي استهتار أيضا واضح لجهود الأمم المتحدة وللمجتمع الدولي لإنهاء المأساة اليمنية ووضع حد لهذه الحرب المدمرة. بالنسبة للحكومة الشرعية للأسف الشديد هناك يعني فيما يبدو أنه يعني ضعف واضح في أداء الحكومة الشرعية حتى على مستوى الإعلام، يفترض أن يكون هناك مواكبة إعلامية للحكومة الشرعية لكل الخروقات ومحاولات الالتفاف على اتفاقات ستوكهولم التي تمارسها ميليشيا الحوثي، وأيضا إبلاغ المبعوث الأممي ويعني طيب فريق المراقبين الأمميين إبلاغهم بهذه الخروقات و انتزاع مواقف حقيقية من المبعوث الأممي ومن فريق المراقبين إزاء هذه الخروقات والانتهاكات. السؤال الأهم هنا، إن كانت الحكومة تعلم بأن الميليشيا ستستمر بخروقاتها وإن كانت البعثة الأممية تعلم ذلك، على من يقع الخطأ في عدم تحصيل ضمانات من ميليشيا الحوثي في تنفيذ الاتفاق الذي وقع في ستوكهولم؟ وعلى يعني هل ترمون باللائمة على الوفد الحكومي أم على الوفد الأممي؟
في الحقيقة أخي العزيز الجميع يتحمل مسؤولية، يشترك كثير أو تشترك كثير من الأطراف محليا وإقليميا ودوليا في المسؤولية عن إدارة الملف اليمني وهذه الحرب الطاحنة في البلاد والمأساة الناجمة عنها، بل المآسي الناجمة عنها. هناك قصور في جانب الحكومة الشرعية، ولكن أيضا هناك سياسة تدليل واضحة للأسف الشديد، وكنا نحذر منذ وقت مبكر من أن هذه السياسة التي تتبعها الأمم المتحدة وبعض الفاعلين الدوليين إزاء ميليشيا الحوثي الإجرامية في اليمن لا يصنع سلاما، وإنما يعمل على إدامة الصراع، ويمكن أن ينتج عن هذه السياسة المزدوجة والتي تنطوي على حالة من التذليل لهذه الميليشيا، يمكن أن ينتج عن ذلك دورات عنف قادمة أشد عنفا وأكثر مأساة من ما حصل خلال 4 سنوات من حرب الميليشيا الحوثية وانقلابها على السلطة الشرعية. في الحقيقة المجتمع الدولي وأطراف فاعلة دولية تتحمل مسؤولية كبيرة في محاولة اللعب على آلام اليمنيين ومآسيهم من خلال الإبقاء على ميليشيا عنصرية انقلابية لا تعرف معنى للقانون ولا للتعايش في المجتمع ولا للشراكة السياسية، وليس لها حتى توصيف سياسي وقانوني سوى أنها جماعة عنف متمردة لها تاريخ ممتد من الإجرام ومن التمرد على الدولة وذات طابع عنصري وطائفي واضح في سلوكها وفي خطابها وفي ممارساتها اليومية. اليمنيون ضاقوا ذرعا بسلوك هذه الميليشيا، بينما المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحديدا تقف متفرجة إزاء المعاناة. اللجنة الدولية لمراقبة الهدنة برأيكم يعني أنهت اجتماعاتها الأولى ويعني لم تحرز أي تقدم، إلى ماذا ترجعون ذلك وما مدى نجاح هذه اللجنة برأيكم؟ المعلومات تتحدث عن أن رئيس البعثة الأممية ذهب أو خرج من الاجتماع غاضبا، لكن حتى الآن لم يفصح عن أي تصريح إذا هذه الممارسات التي تمارسها ميليشيا الحوثي والتي تستهتر بالبعثة الأممية وبجهودها في الإشراف على تنفيذ اتفاق السويد، وبالتالي لازلنا ننتظر موقف واضح من الأمم المتحدة ومن بعثة المراقبين إزاء خروقات الحوثيين وإزاء تقاعسها أو محاولاتها الالتفاف عن على استحقاقات اتفاق ستوكهولم. الكاتب الصحفي اليمني السيد محمد الأحمدي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.